السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الصدق في المنام. فتفسير رؤية الصدق في المنام فهي إيمان، والإيمان صدق ونجاه من المكايد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على حضرة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الكرام. صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، دمتم في رعاية الله وأمنه، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى.